السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنتابع اليوم في سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت الصف الثاني المادة لغة عربية، المعلمة ثناء رحمة، التاريخ 2/19/2021. درسنا اليوم درس قراءة. طفل ينقذ مدينته. نتابع في محور أطفال من العالم. هذا الطفل، نرى هذا الطفل في الصورة، هذا الطفل اسمه تيمو، يعيش في هذه البلدة الخضراء في بيت صغير فقير من بيوت هولندا. عاش تيمو مع أبيه وأمه. أبوه مزارع بسيط يعمل في حقل لأحد أغنياء البلدة، وأمه تخبز الكعك لتبيعه في السوق وتساعد زوجها في تأمين حاجات البيت الضرورية. إذن هذا الطفل تيمو هو طفل صغير من أطفال هولندا، يعيش في بيت صغير فقير. والده يعمل مزارع لأحد أغنياء البلدة، عند أحد أغنياء البلدة. أما أمه فتخبز الكعك لتبيعه في السوق حتى تساعد زوجها في تأمين حاجات البيت الضرورية. في أحد الأيام تأخرت أم تيمو في إعداد الكعك ولم تنتهي من تحضيره قبل غروب الشمس بقليل. طلبت من تيمو أن يأخذ بعض الكعك الطازج إلى أبيه في الحقل، وأوصته بألا يتأخر في العودة كي لا يحل الظلام وهو خارج البيت. إذن في أحد الأيام عندما تأخرت أم تيمو في إعداد الكعك، طلبت من تيمو أن يأخذ بعض الكعك ولكن كان الوقت متأخر. أوصته ألا يتأخر في العودة كي لا يحل الظلام وهو خارج البيت. إذن في هذا المقطع ذهاب تيمو إلى الحقل قبل غروب الشمس. هنا في هذا المقطع فكرته أن تيمو ذهب إلى الحقل قبل غروب الشمس بقليل. نتابع في القصة. هنا نرى تيمو يجلس عند سد ينهدر منه المياه. نرى تيمو يجلس ليسد ثقب السد. سنتابع ما يحصل في هذا المقطع. حمل تيمو الكعك في السلة وانطلق. كان يمر عبر الحقول الخضراء وهو يغني فرحا بخضرتها وثمارها الشهية. رأى الشمس تغيب وراء الغيوم وشاهد الطيور تعود إلى أعشاشها فوق سطوح البيوت، فأسرع الخطى. سار مسافة فإذا بالطريق تصبح موحشة، لا صوت فيها يسمع ولا حركة. إذن الطيور بدأت تعود إلى أعشاشها والشمس تغيب وراء الغيوم. إذن أصبح الجو معتما، هذا الطريق أصبحت موحشة، لا صوت يسمع فيها ولا حركة. خفق قلب تيمو بشدة، فأمه ستقلق عليه إذا حل الليل ولم يعد. فقرر أن يهرول ليصل إلى البيت بسرعة، إلا أنه لاحظ جدولا صغيرا قد شق لنفسه طريقا في الأرض. لم يكن يوجد جدول هنا، قال في نفسه. هنا تيمو يرى هذا الجدول، وهنا يرى أن هنا هذا الجدول المياه تتدفق، سيبحث أن من أين تأتي هذه المياه. لم يكن يوجد هذا الجدول هنا، قال في نفسه. ما مصدره؟ تتبع تيمو مجرى الجدول فرآه يتدفق من ثقب في أحد السدود التي في أحد السدود. لم يكن يوجد جدول هنا، قال في نفسه. ما مصدره؟ تتبع تيمو مجرى الجدول فرآه يتدفق من ثقب في أحد السدود التي يحفظ تيمو قصتها عن ظهر قلب. فلطالما سمع والديه يرويانها له. إن جدودنا يا تيمو بنوا هذه السدود ليمنعوا مياه البحر من التدفق إلى المدينة. مياه البحر تشكل خطرا كبيرا على الأراضي الهولندية التي تنخفض كثيرا عن سطح البحر، ولولا هذه السدود يا تيمو لأصبحت أراضينا جرداء. إذن أهالي هولندا أقاموا السدود ليمنعوا مياه البحر من التدفق إلى المدينة. إذن في هذا المقطع عثور تيمو على ثقب في السد. نتابع أيضا المقطع الثالث.
حارتي في أمره، ماذا يفعل؟ المسافة إلى بيته طويلة وهو لا يستطيع العودة ليخبر السكان، فقد يكبر الثقب في أثناء غيابه وربما تغرق المياه المدينة بكاملها. فتش حوله عن شيء يسد به الثقب فلم يجد. عندئذ قرر تيمو أن يسد الثقب بكفه ريثما يمر المزارعين أو المراقبين. وانقضى شطر كبير من الليل وتيمو راكع عند السد، أحس بالتعب وبالنعاس وبالبرد يسري في جسده الصغير لكنه لم يتراجع. فجأة سمع تيمو وقع أقدام خلفه، تطلع فرأى والده ورجالا معه جاءوا يبحثون عنه. لقد ظنوا أنه ضل الطريق لكنهم بهتوا عندما رأوا عمله العظيم. وهكذا عاد تيمو محمولا على أكتاف الرجال، فاستقبله الناس هاتفين بحياة البطل الصغير الذي أنقذهم من الغرق. إذن هنا فكرة هذا المقطع إنقاذ تيمو لمدينته. المترادفات في النص: هولندا بلد في أوروبا يشتهر بصنع الأجبان وزراعة الورود. تأمين الحاجات أي توفيرها. أوصته أمه أو طلبت منه. يحل الظلام ينزل الظلام أي يصبح الجو عاتما. أسرع الخطى أسرع في سيره. تدفق انسكب بقوة، رأينا كيف الثقب أصبحت المياه تتدفق منه بسرعة أي تنسكب بقوة. ضل الطريق أضاع الطريق. الآن الواجب نسخ أول ثلاثة أسطر صفحة 150 على الدفتر بخط مرتب، قراءة المقطع الثاني صفحة 151 حتى كلمة أسرع الخطى وإرسال تسجيل صوتي للقراءة، حفظ شرح المفردات وإرسال تسجيل صوتي بحفظها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.